طيب هنروح لأحد أبرز الألعاب معانا. إحنا كل الفترة دي بنركز على ألعابنا اللي عاملة شغل كويس واتحاداتنا اللي عاملة شغل كويس عشان نوصل بيهم ودعمونا بيهم لغاية باريس 2024. من هذه الاتحادات أو الألعاب الجودو. الجودو طبعا زي ما قلنا لحضراتكم تابعنا بقى على الفترة اللي فاتت سنتين تلاتة اللي فاتت الإنجازات اللي حصلت وبطولة أفريقيا للشباب وبطولة أفريقيا للكبار والإنجازات اللي حصلت في الميداليات على مستوى الدولي، كل ده مهم جدا. ولكن معانا خبر النهاردة، الجودو المصري يعني يضمن مقعدين في أولمبياد 2024، وهو ده الكلام. أنت النهاردة عشان تقول أنا أقدر أحقق حاجة أولمبية هتحقق إزاي وأنت ما شاركتش؟ فالنهاردة عندنا اتنين لعيبة، وده اللي وعد بيه طبعا كابتن مرزوق رئيس الاتحاد لما كان ضيفنا في حلقه من الحلقات. اتحاد الجودو برئاسه الكابتن مرزوق علي قال ان منتخبنا الوطني حجز مقعدين لحد دلوقتي في اولمبياد باريس 2024 اللي هتكون في 26 يوليو لحد 11 اغسطس اللي جاي في العاصمه الفرنسيه باريس. الاثنين اللي ضمنوا هم يسري سامي واللي بيحتل المركز 29 في التصنيف العالمي علشان يخش جوه كوته التاهيل في التصنيف العالمي. ويسري كان حقق عدد كبير من الانجازات وكان على راسها فوز برونزيه بطوله العالم للشباب لانه لسه عنده 20 سنه لحد دلوقتي وبيشارك في الاولمبيات الكبيره، فطبعا احنا ماشيين بشكل كويس، لعيبه سنها صغير وبتعمل انجاز على المستوى الدولي الكبير، المنتخب الكبير. طيب وضمن المقعد الثاني، اسمعوا بقى الاسم الجديد وعمره قد ايه. عمر الرملي صاحب 19 سنه من خلال الكوته الافريقيه، وده بالاضافه لامتلاكنا فرصة تأهيل لاعب ثالث، والأقرب ليه هو محمد عبد الموجود واللي عنده حظوظ قوية في مشوار التأهل الأولمبيات اللي جاي بإذن الله. المفروض الاتحاد الدولي للجودو هيعلن في نهاية شهر 6 اللي جاي عن قائمة اللاعبين المتأهلة رسميا للأولمبيات، بس احنا خلاص عندنا اثنين زي ما بنقول في كرة السلة حطوا دنك خلاص وبقوا في البطولة. عايز بس أقول حاجة قبل طبعا ما نعرف التفاصيل أكتر، النهاردة لما يكون عندك لعيب 19 سنة ولاعيب 20 سنة يخش الأولمبيات الجاية يبقى أنت اشتغلت عليهم من 3 سنين، كان عندهم 16 سنة و 17 سنه. معنى كده انه السياسه اللي حطها الاتحاد واللي حطتها اللجان المسؤوله وكابتن رشوان طبعا اسطورتنا الكبيره الاولمبيه المسؤوله عن المنتخبات المصريه، السياسه اللي اتحطت مع المجموعه دي كانت سياسه صحيحه. انا جبت لعيبه صغار السن اشتغلت عليهم، النهارده لعيبه صغار السن دي بتاخد ميداليات في سنها عالميه وبتطلع كمان للاولمبياد. خلينا نتكلم بتفاصيل اكتر عن الجودو وعن هذا الخبر السعيد بتاهل اتنين لعيبه مع كابتن طبعا مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو. اهلا بك يا كابتن مرزوق. يا كابتن هيثم ازي حضرتك؟ وبجد يعني كالعاده مش عارف اشكر حضرتك ازاي على المقدمه الجميله اللي انت بتعملها والسرد اللي بيشرح الشغل اللي احنا عملناه في خلال السنتين ونص اللي فاتوا. يعني دايما بشكر حضرتك على دعمك لينا من اول يوم وانت مؤمن بالخطه بتاعتنا وفكرنا من اول يوم تولينا الاتحاد، فانا بشكرك جدا والله كابتن مرزوق. يعني بجد شكرا. انت شخصيه وطنيه محبه لمصر وانا لمست ذلك عن قرب، بتحب مصر يعني حب عشق للجنون، عندك استعداد تعمل اي حاجه عشان خاطر مصر يكون في المقدمه، وانا عارف الكثير اللي ما ينفعش اقوله على الهواء اللي انت بتعمله لصالح اللعبه ولصالح منتخب مصر، وده الطبيعي من كل ولاد مصر. وكمان انت شاب لسه سنك صغير وعندك امال وطموحات، بس الحقيقه الاول لازم ابارك على تاهل اتنين لعيبه ل يعني الاولمبياد. كنت متوقع ده كابتن مرزوق، خاصه اللعيبه دي اعمارها صغيره؟ الحمد لله احنا انت من اول ما من اول يعني كانت الخطه الاساسيه بتاعتنا من اول ما تولينا ان احنا زي ما اتكلمنا مع حضرتك لما كنا موجودين معاك في البرنامج ان احنا بناء منتخبات قويه تفيد تفيد مصر لسنين كتيره. يعني احنا اشتغلنا بنينا القاعده، انت عشان يبقى عندك منتخبات قويه لازم تهتم بالقاعده من تحت، فاحنا اهتمينا بمنتخبات الناشئين ومنتخبات الشباب عشان القاعده تبقى قويه عشان نقدر نبني عليها. انت لو ابتديت الغرب من فوق يبقى انت سهل جدا هدو، لكن انت لو عملت قاعده كبيره تحت من الاساس ومن المنتخبات الناشئين والشباب هتقدر تبني عليها لسنين كتيره قدام. فهو ده اللي احنا عملناه، ان احنا عندنا منتخبات ناشئين قويه جدا، منتخبات شباب قويه جدا، احنا مسيطرين على افريقيا دلوقتي سنتين على التوالي، اول افريقيا شباب واول افريقيا ناشئين ولاد وبنات، ترتيب عام اول، حصلنا على طول افريقيا كبار، فالقاعده عندنا بقت كبيره جدا. احنا اشتغلنا كمان على ما دون الناشئين اللي هم احنا شغالين دلوقتي على فرقه 13 سنه و15 سنه، بنشتغل بنفكر في اولمبيات الشباب اللي هي 2026، بنعد المنتخبات بتاعتها من دلوقتي. فكان النتاج الحمد لله ان احنا الاثنين المتاهلين دلوقتي يسري ربنا كرمه واخد سنتين ورا بعض اول افريقيا كبار وشباب واخد ميداليه برونز في بطوله عالم، عندنا عمر الرملي 18 سنه لسه عنده شباب السنه دي ومتاهل عن الكوته القاريه، لسه التاهيل عندنا هيقفل في 30/6، احنا عندنا
بطوله افريقيا في مصر دي من اهم البطولات المؤهله للاولمبياد، لان اللي بيجيب ميداليه ذهب اللي عنده بياخد 700 نقطه، وده رقم كبير جدا. صحيح. يعني احنا لسه عندنا فرص تاني ان احنا ان شاء الله ناهل واحد تاني مع الثلاث مع الاثنين اللي موجودين. الخطه بتاعتنا لسه ممتده لغايه 30/6، عندنا كم بطولات كبيره. احنا شاركنا في اخر بطولتين اللي كانوا موجودين في البرتغال وفرنسا، وربنا كرم يسري سامي ان هو لعب سيمي فاينل وهو عنده 20 سنه، لعب بطوله الجائزه الكبرى في البرتغال، لعب سيمي فاينل وخد حصل على 252 نقطه. عندنا الفتره اللي جايه المحطه الرئيسيه اللي احنا بنستعد لها بطوله افريقيا المؤهله في مصر هنا في 26/4، دي محطة مهمة جدا، دي المحطة الرئيسية. ربنا يكرمنا بإذن الله إن احنا نأهل من ثلاث لعيبة، ده هيبقى بس هو كابتن كويسة. أنا عرفت إن الرملي يعني للأسف أصيب بالرباط الصليبي. ما فيش ال 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 في التأهيل بيتأهل اللي بعده على طول في الترتيب، يعني هو موجود اللي بعده في الترتيب عنده فرق بينه حوالي 15 أو 20 نقطة، لو المؤهل ما وصلش يعني حصل عنده مشكلة ما تأهلش لأحد الأسباب، بياخدوا اللي بعده على طول. يعني مش هنفقد المقعد بتاعنا في الأولمبياد. لا خالص، لا خالص، ده احنا ممكن نزيد. يعني لو الرملي لحق ممكن عبد موجود ياخد طريقه السكتة العادية ويلحق. هو ده، احنا لسه رملي عنده رايح يعني لسه المدرب الياباني طلب منه الاشعه بتاعته النهارده، وطلب ان هو هيبعتها لليابان برضه عشان نعمل اخر تشيك على الموضوع قبل ما يتخذ قرار في العمليه. لو رملي ربنا ما وفقوش ولحق الاولمبياد، اوريدي اللي بعده في الترتيب على طول هو اللي بياخد المقعد بتاعه، وانت احنا بنحاول ناهل واحد ثالث بعديه. يعني احنا ان شاء الله احنا الخطه بتاعتنا ان احنا ناهل من 2 لـ3 لعيبه، هو ده الهدف بتاعنا. واحنا الهدف بتاعنا ان احنا بناء اجيال ناس صغيرين في السن يقدروا يفيدوا منتخبات مصر لسنين كتيره قدام، واحنا شغالين. يعني احنا مش واقفين عند الاولمبياد بس، احنا الهدف الرئيسي بتاعنا كمان اللي احنا شغالين عليه اولمبياد 2028، ده خطه شغالين عليها. يعني احنا في اي اعداد او في اي تخطيط لاي مشروع، احنا مشروع ان احنا عندنا خطه قصيره الاجل اللي هي بتاعه 2024، وعندنا خطه طويله الاجل 2028، شغالين عليهم الاثنين بالتوازي. والحمد لله احنا ربنا كان معانا وجي نتاج تعبنا وجهدنا، تعب منظومه كامله مش فرد. يعني ده من اسباب النجاح ان احنا بنتكلم كمجموعه، انا مش فرد، انا فرد من ضمن مجلس اداره كلهم ناس محترمين وشغالين، يمكن بيشتغلوا اكتر مني كمان، كلهم ناس متفانين في عملهم، ما لهمش مصلحه غير الصالح العام. كل مجلس الاداره اللي معايا ناس محترمين جدا وبيشتغلوا، ممكن يكونوا بيشتغلوا اكتر مني كمان. يعني ان شاء الله تتوفق وان شاء الله حلمك يتحقق يا كابتن، لان الحقيقه يعني انا بقول لا يضيع حلم وراه مطالب. يعني انا يمكن بغير شويه، ولكن انا محتاج النهارده في مغزى معين انا عايز اسمعه منك، ايه سببه؟ يعني انت لما جيت تنظم بطوله عربيه نظمتها في العالمين الجديده طبعا، وكان في فصل الصيف، ولقيت طبعا يعني عملت رواج غير طبيعي مع الاشقاء العرب في هذه المدينه الرائعه. النهارده البطوله الافريقيه اللي جايه انت عايز تنظمها كمان في العاصمه الاداريه، انت عايز تقول ايه من ورا ده يا كابتن؟ حضرتك احنا بلد عظيمه جدا، يعني لازم كل المصريين يعرفوا ان احنا بلد كبيره جدا واحنا بلد عظيمه جدا. احنا دلوقتي بقى عندنا بنيه انشائيه رياضيه تضاهي كل بلاد العالم، لازم الناس تفهم كده وتعرف كده. احنا بنسافر وبنشوف في المنشات اللي موجوده بره، احنا دلوقتي العاصمه الاداريه والمدينه الاولمبيه اللي تم انشائها في عهد السيد الرئيس تضاهي جميع المدن الاولمبيه اللي موجوده في العالم كله. يا جماعه احنا اللي اتعمل في العشر سنين اللي فاتوا ده مجهود خرافي ما يتمش في العشر سنين دول، اللي اتعمل ده عايز له مش اقل من 20 سنه ومجهود كبير جدا عشان خاطر نوصل اللي احنا وصلنا له ده. يا جماعه احنا عندنا منشات قويه جدا، احنا ننظم اكبر الاحداث اللي موجوده، احنا عندنا امكانيات كبيره جدا، احنا لازم نفتخر ببلدنا وبالمنشات الرياضيه اللي بقت موجوده. حضرتك شفت كم الاحداث اللي بتنظم في خلال الشهرين ثلاثه اللي فاتوا، حضرتك بتنظم بطولات عالم سلاح وكاراتيه وتايكوندو ورمايه وجمباز انت بتنظم جميع البطولات العالميه اللي موجوده. احنا عندنا مع الوزير الدكتور اشرف راجل عامل مجهود كبير جدا جدا جدا، متواجد معانا في كل الاحداث، معانا في مشاكلنا، بيذلل لنا اي عقبات موجوده، لجنه اولمبيه برئاسه المهندس ياسر ادريس، عامل شغل كبير جدا. المنظومه كلها دلوقتي متلاحمه ومتماسكه. طب لا بس لا لازم تكون معايا برضو يا كابتن واكلمك على التنسيق بينك وبين اللجنه الاولمبيه. النهارده
اللجنه الاولمبيه المصريه يعني تم او اصبح رئيسها المهندس ياسر ادريس. كلمني عن التنسيق اللي كان مش موجود قبل كده بشكل كبير، التنسيق دلوقتي ما بين الاتحادات وما بين اللجنه الاولمبيه، كلمني عن النقطه دي مهمه لان الحلقه دي احنا كنا شويه مفتقدينها الفتره اللي فاتت. حضرتك احنا منظومه دلوقتي، هي المنظومه متكامله والدايره مقفوله، يعني احنا دلوقتي في تكامل ما بين وزاره الشباب والرياضه اللي هي بتمثل الدوله، دي العنصر الرئيسي اللي كلنا بدون الدوله احنا مش هنعمل حاجه، الدوله هي اللي بتدفع علينا الفلوس، هي اللي بتوفر لنا الامكانيات، دي اللاعب الرئيسي في الموضوع. اللجنه الاولمبيه بتناقش معانا كل الخطط الفنيه، بتدلل لنا اي عقبات احنا عايزينها، تنسيق على اعلى مستوى، والناس الصراحه في اللجنه الاولمبيه احنا ما فيش اي حاجه بتتاخر علينا، اي دعم بنطلبه الناس في ظهرنا، تنسيق كبير جدا الصراحه. بجد انا لازم اشكر مع الوزير، لازم اشكر اللجنه الاولمبيه برئاسه المهندس ياسر، المهندس شريف مش متاخر عننا في حاجه، بجد المشهد حلو يعني صراحه. احنا كان في زياره حصلت ما بين الوزاره وما بين اللجنه الاولمبيه ورؤساء الاتحادات في المركز الاولمبي لمتابعه المنتخبات. لا بجد انا بشكر وزاره الرياضه ومعالي الوزير الشباب، بشكر اللجنه الاولمبيه اللي الصراحه قايمه بدورها على اكمل وجه، ودعمنا فنيا في كل الامور اللي احنا بنطلبها، ما فيش اي حاجه بنطلبها بيتاخروا عننا. فيعني احنا دوله كبيره جدا، شكل الرياضه المصريه هو فخر لاي مصري، وزاره بتعمل دورها على اعلى مستوى ممثله للدوله المصريه، لجنه اولمبيه قامات كبيره وبتدير الرياضه فنيا باعلى مستوى وبخبره بخبره كبيره جدا. الاتحادات الحمد لله يعني ما فيش اتحاد في مصر، مش بتكلم على الجودو بس، الاتحادات المصريه كلها بالكامل محققه انجازات ما حصلتش قبل كده في التاريخ، يعني احنا لو عملنا احصائيه عن الفتره ال 10 سنين اللي فاتوا دول، حجم الانجازات اللي حصلت في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول اعتقد ما حصلتش في تاريخ الرياضه المصريه. ولسه ان شاء الله القادم افضل. طبعا كابتن مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا عبر الهاتف واتكلمنا عنه، عن تأهل لاعبتنا للأولمبيات والشغل والجهد المبذول الكبير في هذا الاتحاد وهذه اللعبة خصيصا عشان تطلع بمنتخب مصر إلى الأمام.